بيفسر الآية اللي بتقول إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. عاوزين ندخل على طول على حقيقة الكفر. بيقول وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه، فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة، وكأن في هذا قطعا لطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، وأنك لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. يبقى الشيخ بيقول حقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه. يعني لو انت مش مؤمن بان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اصلا رسول من عند الله، يبقى ضد الايمان هو الكفر، يبقى انت كافر. طب انت مش مؤمن بالقرآن اللي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، يبقى انت ما دام مش مؤمن يبقى انت كافر. لو حضرتك مش مؤمن بالشريعة اللي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى ما دام انت مش مؤمن تبقى كافر. الموضوع بسيط جدا. دلوقتي هنحط عنوان بسيط: هل زكريا بطرس مؤمن بالقرآن؟ مش مؤمن يبقى كافر. هل زكريا بطرس مؤمن بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ مش مؤمن يبقى كافر. هل زكريا بطرس مؤمن بالشريعة الإسلامية؟ مش مؤمن يبقى كافر. الموضوع بمنتهى البساطة، الموضوع ما فيهوش أي إساءة، الموضوع ما هياش شتيمة. زي ما التاعب مش مؤمن بالمسيحية يبقى هو كافر بالمسيحية، وأي مسيحي مش مؤمن بالإسلام يبقى هو كافر بالإسلام. فالقضية مش إن احنا يعني بنقول إن المسيحيين من الذين كفروا بالنسبة للمسلمين، لكن هم بالنسبة لهم ما بينهم وبين بعض مؤمنين، ما فيش أي مشكلة. يعني ما ينفعش أنا كمسلم أقول إن المسيحي مؤمن مش كافر. إزاي؟ هل هو مؤمن بنبوة سيدنا محمد؟ لا. هل هو مؤمن بالقرآن؟ لا. هل هو مؤمن بالشريعة الإسلامية؟ لا، يبقى هو كافر. لما نروح ناحية المسيحيين، إيه الإيمان المسيحي؟ هل التاعب مؤمن بألوهية المسيح؟ لا. هل التاعب مؤمن بأن الكتاب المقدس وحي من عند الله؟ لا. وهكذا، يبقى التاعب كافر بالنسبة للمسيحيين، والمسيحيين كفار بالنسبة للمسلمين، والكفر هو ضد الإيمان. عاوزين بقى سريعا علشان خاطر نوضح لزكريا بطرس اللي بيتساءل او مش بيتساءل، هو بيقرر، بيقول ان منين انتوا اتعلمتوا ان المسيحيين كفرة، وبيقول ان علماء المسلمين بيسمموا عقول المسلمين، وشيوخ الاسلام بيسمموا عقولنا وبيحطوا في دماغنا افكار غلط وهكذا. طبعا انا لا ارضى من زكريا بطرس هذا الاسلوب. هذا الأسلوب منفر ومش جميل بالمرة. ما ينفعش إن أنت تقول إن المشايخ بيسمموا عقول المسلمين. طبعا كان ممكن تستخدم تعبيرات أفضل من كده، لكن احنا هنوضح بجلاء. ده القرآن الكريم. القرآن الكريم هو اللي علمنا إن المسيحيين من الذين كفروا. دلوقتي في قاعدة عامة في القرآن الكريم القرآن بيقررها. ايه هي القاعدة دي؟ القاعدة دي بتقول بمنتهى البساطة: اللي مش مسلم يبقى كافر. بنلاقي الكلام ده في سورة آل عمران الآية رقم 18 ل 20. هنفتح المصحف مع بعض. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، أي أن الله عز وجل لا يقبل أي دين إلا الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. آيات رائعة جدا جدا. الآيات واضحة جدا وصريحة، ومع ذلك احنا هنجيب أقوال المفسرين من المسلمين علشان خاطر زكريا بطرس يعرف احنا بنتعلم الكلام ده منين. الله عز وجل يقول في الآية رقم 19: إن الدين عند الله الإسلام. يعني إيه إن الدين عند الله الإسلام؟
هنفتح تفسير الإمام الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، طبعة دار هجر، الجزء الخامس، صفحة رقم 282 و283. بيقول إيه؟ بيقول: وما اختلف الذين أوتوا الإنجيل وهو الكتاب الذي ذكره الله في هذه الآية في أمر عيسى وافترائهم على الله فيما قالوه فيه من الأقوال التي كثر بها اختلافهم بينهم وتشتت بها كلمتهم وباين بها بعضهم بعضا حتى استحل بها بعضهم دماء بعض إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني إلا من بعد ما علموا الحق فيما اختلفوا فيه من أمره وأيقنوا أنهم فيما يقولون فيه من عظيم الفرية مبطلون. فأخبر الله عباده أنهم أتوا ما أتوا من الباطل وقالوا ما قالوا من القول الذي هو كفر بالله على علم منهم بخطأ ما قالوه وأنهم لم يقولوا ذلك جهلا منه، إلى آخر الكلام. كلام الإمام الطبري كلام بسيط جدا، بيوضح أن الذين أوتوا الكتاب ما رفضوش الإسلام إلا عن علم، فهم كانوا عارفين الإسلام كويس ومع ذلك رفضوه، وهذا الرفض يعتبر كفر بالله. أنا عاوز ألفت نظر المشاهدين للآية الكريمة اللي بتقول: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، يعني أنتوا أسلمتم دخلتوا الإسلام، فإن أسلموا فقد اهتدوا. اللي يدخل الإسلام يبقى فيه هداية، اللي ما يدخلش الإسلام يبقى هو اختار الطريق الذي لا يحتوي على هداية. يبقى احنا فهمنا من هذه الآية ان الدين عند الله الإسلام، ان الدين الوحيد اللي مقبول عند الله عز وجل هو الإسلام. والإمام الطبري بيقول إن فأخبر الله عباده أنهم أتوا ما أتوا من الباطل وقالوا ما قالوا من القول الذي هو كفر بالله على علم منهم بخطأ ما قالوا. هنفتح مع بعض تفسير الكشاف للإمام جار الله محمود الزمخشري، طبعة مكتبة العبيكان، الجزء الأول، الصفحة رقم 538 و539. بيقول إيه؟ بيقول: الذين أوتوا الكتاب أي أهل الكتاب من اليهود والنصارى، واختلافهم أنهم تركوا الإسلام وهو التوحيد والعدل. يعني أي واحد من أهل الكتاب سواء من اليهود أو النصارى، ما دام هم تركوا الإسلام يبقى هم تركوا التوحيد والعدل. معنى كده إن ما دام في أي مسيحي مش من الدين الإسلامي أو ما دخلش الإسلام يبقى هو مش من الموحدين. بيكمل بيقول: واختلافهم أنهم تركوا الإسلام وهو التوحيد والعدل من بعد ما جاءهم العلم أنه الحق الذي لا محيد عنه، فثلثت النصارى وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالوا كنا أحق بأن تكون النبوة فينا من قريش لأنهم أميون ونحن أهل كتاب، وهذا تجوير لله. وبعدين لو نزلنا شوية هنلاقي إيه؟ وقيل هو اختلافهم في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث آمن به بعض وكفر به بعض. يبقى كلام الإمام واضح جدا ان كون ان هم ما دخلوش الإسلام يبقى هم كده تركوا التوحيد وتركوا العدل، ولو ايضا ما امنوش بنبوة سيدنا محمد يبقى اللي ما امنش اصبح من الذين كفروا، واللي امن اصبح من المسلمين الذين اهتدوا. هنفتح أيضا تفسير الإمام الرازي، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، طبعة دار الفكر، الجزء السابع، الصفحة رقم 226. بيقول: الغرض من الآية بيان إن الله تعالى أوضح الدلائل وأزال الشبهات، والقوم ما كفروا إلا لأجل التقصير. يعني اللي ساب الإسلام أصبح كافر، فالقضية واضحة جدا، اللي هيسيب الإسلام ونبي الإسلام وكتاب المسلمين القرآن الكريم وهيروح لأي دين آخر، لأي دين آخر، الموضوع مش موضوع مسيحيين فقط، أي دين، اليهودي أيضا وأي ملة أخرى تركت الإسلام، اللي ما أمنش بأن الإسلام هو دين الله
وان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله، وان القرآن الكريم هو الكتاب المنزل من عند الله عز وجل، ترك كل ده وما امنش بيه، ما دام ما امنش يبقى هو كفر. اخر تفسير نفتح مع بعض، تفسير الامام عماد الدين ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، طبعة مؤسسة قرطبة، المجلد الثالث، الصفحة رقم 36، بيقول: وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام.